انا هخش اقرا المحضر واحاول اشوف لها سكه نخرجها بيها قبل ما رحلوه على النيابه. ينوبك ثواب. بس الحكايه دي فيها ارشينات زياده يا مسامي. مش مشكله، كله على حسابهم وكله على النوطه. اسمها ايه هي اللي مرميه هناك دي؟ شوف مكلبشينها ازاي، كانهم مكلبشين عربيه واقفه صف تاني. اسمك ايه؟ سعاد. الله على اللقاء الدامي ده، انتوا طلعتوا تعرفوا بعض من زمان. زمان قوي. عارف انا خطتي ايه يا خميس؟ نعمل فرشة رمادول وعائلته الكريمة في السوق. ده طعم عشان الزبون اللي ليلة في سجارة ولا في ابيض ولا بني. بعد كده شد الاحمر من السوق عطشه، تلقى الزبون بيدور على حاجة يعبي بيها دماغه، بس يا عين امه ما يلاقيش. طبعا، لان ولا البني ولا اي حاجة من النوع ده هتكيفه. هيجري زي الرهوان على الاستاف اللي بناكل منه عيش. البيزا. اوف كورس. براون شوجر. اللي هي يا باشا؟ براون شوجر. بي اس. البي براون والاس يعني شوجر. يس. انت فاكر ان احنا نقعد نشتغل في الشريط ابو 30 و40 جنيه؟ دي مجرد فرشه زي ما انتوا بتقولوا، هيفرشوها رجالتك وعزوتك اللي عايزين افنديهم يرجع السوق بقوه. هما يفرشوا وما عليك تحضر التقيل لوقت اللزوم. بكده يبقى اختصرنا الزمن والمسافه. احنا لسه هنستنى زبون يلف سجاره ويخش على حجرين وحلني بقى على ما يشد خطين؟ احنا كده بنساعده. هي اول برشامه وبعد كده تلاقيه يجري على طول على المجروش. ويبقى وفرنا عليه وقت وفلوس كمان. يتوب علينا ربنا. برزيزه. هاي داد. اه حبيبتي. هاي خميس. مش برضو خميس؟ افندينا. خميس افندينا. ها حبيبتي، عجبك السبا؟ ظريف. مادام عجبك هشتريهولك. ثانك يو. انا هغير وخارجه على طول. بس بيخلي بالك وانت سايقه. اوكي، سي يو ليتر. باي. باي. كنا بنقول ايه يا خميس؟ سي يو ليتر. اليجيتر. ده ليها كماله. عارف يعني ايه اليجيتر؟ يعني يا سماعه قبل كده بس. البوزه؟ اليجيتر يعني تمساح. تمساح. عارف دهان التمساح؟ يعني دهان التمساح يا باشا. دهان التمساح ده ابويا بيدهنوا بيها الحيطان اللي عايزه تشد وتعلى. يا باشا ما تدخلني معاك في الاسبانة هتجيب البرنسيسه ده. شريك يعني. ما شاء الله. تعرف يعني ايه سبا؟ فاكهة برضو؟ أمال إيه؟ سبا يعني موزة مقشرة، مكان تروح ويفضلوا يدلكوا فيك لغاية لما تخرج زي الموزة المقشرة. يا سلام، زحلقة يعني. تضرب سبا بلبن؟ هتزحلق جواه كمان. لا يا باشا ده أنت حكاية. يتوب علينا ربنا. بلغك اللي عمله الباشا بتاعك. كنت عارف إنك جايبني عشان كده يا سيدي. يعني بالغك؟ في السوق بتاعنا مفيش حاجة بتستخبى يا عم، الجمال كلهم. وانت ايه رأيك؟ أنا في الليلة دي كلها مجرد مرسال، أنا بلعب في تيم تاني براكو يا معلم. بس أنت قريب من الباشا، ومفيش أقرب من اللي زيك لمزاجه. مالت أنت ممكن تاخد مني فلوس كتير قوي من غير ما تأثر على مكانتك هناك. اشبك ايدك في ايدي يا معلم، وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان. انا مفيش واحد على كوكب الارض كله بيكره خميس افندينا زيي. ومش بس كده، هو الوحيد اللي بوظ لي اكتر من الشغلانة 10، وليه عنده بدل الطار 1000. حلو قوي كده، احنا الاتنين على خط واحد. بس ما تاخذنيش يا معلم، يعني خميس افندينا عرف يخش للباشا صح. ومش بس كده، الباشا معتمد على اهله وعزوته وناسه، هم اللي مساندينه وبيحموه في ظهره. ولو
مؤاخذة يا معلم، يعني انت مشكلتك في ابنك براءة، هو الوحيد اللي هازل صورتك في السوق، وده اللي سمح ان الباشا يديك كتف. وما تعرفش خميس افندينا عامل ايه للباشا، تحس انه سحر له، وصف له وصفه، عامل له عمل حاجه كده، تحس انها ايه رايك يا مرض؟ وانا بعد جايبك علشان تعقدها ولا عشان تحلها؟ انا هقول لك على الصح بعد. خميس افندينا دلوقتي في حمايه الباشا، ولو حصل اي حاجه لافندينا الشبهات والشك والريبه والضغينه هتحوم حواليك. يبقى المنطق بيقول ان احنا نلعبها صح، باسورد نعديها يعني، ونطاطي للريح شويه. وبعدين نتفق، تحط ايدك في ايدي. اعتبر ايدي في ايدك يا مرتضى. بس ناقص واحد معانا ويكمل مثلث برمودا، مثلث الرعب اللي هيقضي على خميس افندينا. تقصد مين؟ اللي معاه السر كله، بدران الشواف. بدران؟ لا، اذا كان على بدران سيبوه لنا، انا عارف سكته كويس قوي. بقول لك يا باشمهندس منى يا فندم، هي دي عربية الفرنسيسة بنت الباشا صح؟ ايه يا فندم؟ صح كده. ايوه. قلت لي اسمك ايه؟ زينهم سعادتك. زينهم، الاقي معاك كلام يا زينهم؟ اتفضل يا فندم. ايوه، رجل الامن لازم يكون معاه قلم. طبعا. هات ورقة. طب لحظة واحدة قبل سعادتك. لا لا لا، تعالى تعالى استنى. الجيش قال لك ايه؟ قال لك اتصرف. ها؟ خد امسك. ورق ايه؟ ورق ورق، اكتب اكتب بس اكتب. اكتب اللي اقول لك عليه. ايوه انا عارف، اكتب ما تقلقش. اكتب 015 افندينا، اللي هو التوقيع افندينا. اكتب اكتب. ايوه. هو ده رجل الامن. ايوه. خطك حلو. بص انا احط دي هنا، بس امان عليك اوعى ولا تفتحها ولا تقرا اللي فيها ولا كانك سمعت حاجه. تحت امرك يا فندم. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام تمام. خد يا خد. بس يا فندم. خد يا زينهم. لا لا، خد خد امسك. بطمني عليك. ماشي يا فندم. يلا بقى ما تقفش عشان ما تلفتش الانتباه. ماشي يا فندم. اشتغل اصلا لؤي، خلاص بقى انا زهقت منك، اعمل اللي يريحك. سلام. ما تستغربيش ورقه البفره، ما تستغربيش ورقه البفره، ما لقيتش اسرع، ما لقيتش اسرع منها عشان يوصل الود بمزاج عالي. يوصل الود بمزاج عالي. دي نمرتي، لو مزاجك تمام كلميني. لو مزاجك تمام كلميني. ولو مش تمام، ولو مش تمام كلميني برضو. كلميني برضو. أفندينا أفندينا. أنت بتستعبطي يا بنت، أنت فين كل ده؟ والنبي أبلة، بلف ليك على كعوب رجليا لما كعوب رجليا فقفقت، أعمل إيه؟ مش لاقياه. يا سلام، أنت هتعمليهم عليا يا بنت؟ دلوقتي بقيتي تلفي وتدخي عليه ومش لاقياه؟ أمال مكان في جيبك ليل ونهار، هو فين؟ والنعمة الشريفة شحح يا أبلة، ده حتى اللي كنت بجيبه ب10 دلوقتي بجيبه ب20، ويا ريت لاقيين. أنا مش عارفة الناس اتصرعت على الفلوس كده ليه. كفاية لا ترحمي نفسك، هاتي خلاصي، هو فين الهدايا؟ اتفضلي يا أبلة. هاتي فلوسك السودا دي، روحي اعملي لي كوباية قهوة بسرعة. قهوة وشاي وبرشام وسجاير، أنا مش عارفة الليلة الطويلة بتاعتك دي ما بتخلصش يا أبلة. بصي يا أبلة بقى، أنا هعمل لك لقمة ترمي بيها عظمك، أفيد من كل الكلام ده. إيه قولك بقى؟
امسكي انت هتبيع لي فيه يلا شليه ده واجب مني عشان اصالحك بيه حكم انا عارف انك مقياره مني من المره اللي فاتت بس ده اقل حاجه تعملها معايا بعد عملتك السودا يا بنت ما يبقاش قلبك اسود كده بقول لك ايه مين الموزه اللي كانت لازقه لك دي فتنه اسمها فتنه دي فتنه قوي فتنه خالص فتنه على الاخر البنت دي سكتها ايه بتحب واحد من صغرها وبتموت فيه ايه المشكله ننطر وندوس احنا انسى ده باشا ومعلم وجامد اخر حاجه يا بنت معلم على نفسه هو في معلمين غيري في البلد دي ولا ايه انا هنا المعلم والباقي كله زباين قلت لي بقى اسمه ايه الزبون ده اسمه افندينا افندينا يا محاسن الصدف ما لقيتش غير ورقه البفره اللي تقول فيها الكلام ده هي افنديهم ومالها ورقه البفره ده حتى في الخير بس انت جيتي بسرعه قوي انا قلت يعني هتتقالي شويه تعملي فيها كده بدأتي واقعة هتقل أدبك هقفل السكة ومش هتسمع صوتي تاني وليه بقى اللون ده هتخليني غير رأيي فيكي كده ممكن أعرف إيه معنى الكلام اللي أنت كاتبه ده عربون وصال وفتح سكة محبة وربط كلام ومش شايف إن الطريقة دي قديمة شوية أصل أنا غاوي طرب أصيل يعني ناوي تغني علي لا يا حبيبي ماليش فيه ايه رايك في عاده شاعريه قديمه من بتوع زمان مش عارف ليه طالبه معايا اقضيها معاك ابيض واسود وماله نقضيها وانت ونصيبك بقى يا تبقى ابيض يا تبقى اسود يتوب علينا ربنا باي أنا تعبت ومش عايزة صوتي يرجع لي تاني أنا عايزة أضمن إني ما ترميش في الشارع أنت بالشكل ده بتهدي كل اللي بنبنيه في علاجك إحنا كل ما نتقدم خطوة نرجع 10 ليه كده بس؟ مدام كرامة انت في حاجة عايزة تقوليها ومكسوفة يا بنتي خرجي كل اللي جواكي من غير قلق ولا خجل يا بنتي انت ست مكتملة الأنوثة وحلوة كمان كرامة يا بنتي الأنوثة مش دلع وكلام معسول الأنوثة هو إحساسك بنفسك إحساسك بذاتك سعد بيدلعني وبيبقى لطيف قوي معي وساعات مش بلاقيه خالص وكأنه مع حد تاني أفهم من كده إنك شاكة إن جوزك على علاقة بحد تاني غيرك؟ صرحيني عشان أقدر أساعدك، ها؟ ياريت تثقي فيا، إحنا قربنا قوي صرحيني يا بنتي، إنتي خايفة من إيه؟ اتكلمي ما ترد على الحاجة قول لها كنت فين اشتغلوني اكتر اشتغلوني فهموا انكم ما تعرفوش ما نعرفش ايه يا اخوي هو في ايه في ايه يا ام سعاد في انكم لبستوني عمه صح يا عم الحاج الوسطوها وعملت شويتين بتوعكم لحد ما جبتوا رجلي في جوازها طلعتوا منها بالارشينات
ما تلم لسانك يا اخينا انت، اقف مع ابوك واتكلم عادل. لم قلت نفسكم شويه بقى ولم بنتكم بدل ما ترموا بلاويكم على الناس المحترمه. الكلام ده بقى دول لروحك مش ليهم. سيبهم بقى يا اخي في اللي هم فيه. مش كفايه متجوزين في اوضه واحده فوق بعضيهم وبيداروا من بلاوي الدنيا اللي مستنياهم؟ انا كنت عايشه عمري كله وسطيهم وراضيه باللي انا فيه، ويوم ما خرجت ونزلت اشتغلت عندك اول كلمه حلوه سمعتها وقلت خلاص هرتاح من الهم والقرف اللي انا فيه وهدى اللي راجل. ويوم ما حبيت تاخد اللي نفسك فيه سبت لك روحي وقلت ده اللي راجل. لكن انت بعتني رخيص قوي، بس انت بعت نفسك ارخص بكتير. انت لا راجل ولا حتى تستحق تبقى ظله. اخرجي انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ استجيبك منين؟ شمال يا زباله انت بتدورها ليه؟ ايه اللي حصل؟ يا ام سعاد ريحيني وقولي لي في ايه؟ بدل ما تعمل فيها راجل قوي كده وتمد ايدك عليا، بص لروحك في المرايه وقول الكلمتين دول لنفسك. انت اللي عرفتني السكه الوسخه دي بعد ما رميت لي زي الكلبه الجربانه اللي مش لاقيه حتى عظمه تاكل بيها الغلابه دول. انت اللي عرفتني سكه ام ساميه دي. وبعدين هتفرق معاك ايه يعني ان انا ماشيه عدل ولا حتى ماشيه شمال؟ قال لا يا اخي انا محتاجه. انت والجوع بقيت عليا لغايه ما بعت اللي اقدر عليه. لكن انت الدنيا ادتك العلام والشغلانه اللي تاكل من وراها اجتهد وحلال، وسبت كل ده ودورتها شمال. ولا نسيت بقى يا متر ان انا كنت بشتغل عندك وعارفه كل اللي فيها يا بتاع العدل والقانون؟ انت مستغرب ليه كل ده؟ دي نتيجة طبيعية جدا لأي حد بيتعاطى العقاقير دي. بس أنا عايزاك تبقى عارف حاجة كويس قوي، اللي بيدمنوا الترامادول دول كلهم في كفة، واللي بيدمنوا نوعية المخدرات التانية في كفة تانية خالص، بس في النهاية كله بيتساوي في قتل النفس. وهو في كفة لوحده بقى عشان كيمياء؟ مش بس علشان كده، عشان عامل زي الوبا بيخش كل البيوت. شايف سواقين التكاسي والأوتوبيسات اللي إيديهم ما بتتشالش من على الكلاكسات؟ وشايف العيال واقفه على طول في الشوارع بتتخانق؟ هو ده الترامادول. بيني وبينك الولد خايف يجرب يبطل فيروح للهيروين. ده اعتقاد خطا جدا. ده لان الترامادول اسهل ان هو ممكن يخرج من الجسم، خصوصا ان هو مش زي المخدرات التانيه ولا زي العادات المميته اللي في حياتنا، السجاير والشيشه والعادات السلبيه اللي بقت على طول حوالينا. دكتوره ليلى، انا عاوزك تقابلي الولد ده. طبعا يا حضرة الضابط، بس انا مش فاهماك، انت ليه مصر انك تساعده وانت ما تعرفوش؟ بيني وبينك خايف قوي الخطر اللي جاي. انا برضه عندي عيال. طول عمري غاوي سمك، لكن ماليش خلق على صيده. حكم الصيد ده موهبه من عند ربنا. انت عارف يا خميس، وانا صغيره كنت احب اجري تحت السما وافضل باصه للقمر وابقى شايفاه كده هو بيجري ورايا. كنت اقع واتكعبل والعيال تقعد تضحك عليا، بس انا بقى كنت ببقى فرحانه قوي. عارف ليه؟ لاني كنت ببقى حاسه ان انا لو شبيت شويه هلمس القمر. زي كده غاوي سمك بس مش عارف تصطاده. لا انا ما قلتش مش عارف، انا قلت ماليش خلق على صيده، انما محسوبك بقى قوي يا اساسا. واللي يجي بالبحر. هو انت دماغك على طول حتفه شمال كده؟ اذا كانت الدنيا كلها حتفه شمال جت عليا انا بقى العبد الغلبان. على فكره انا عارفه انت عايز مني ايه ولعبت لعبه الورق وجبتني هنا ليه. شوف اصلك انت تحب تعمل كل حاجه بمزاج. حصل. حتى بقى لو جوازه ومفروضه عليك. مفروضه عليا ولا مؤاخذه يعني ما عندكوش مرايه في بيتكم؟ اصلها مش بالجمال ولا الفلوس، دي مصالح بتتلاقى. عامله كده زي ما تكون مفصلات لازم تتعشق ببعضها، وانا بقى مفصله من دول. غريبه انت برضه. انا شوفي يعني شفتك كام مره لحد دلوقتي؟ يعني مرات قليله بس يعني بعد سواعي كده
اشوفك حاجه وبعد سواء تانيه اشوفك حاجه تانيه يعني. واول مره ما بقاش عارف اجيب اخر حد. محدش له اخر يا خميس، كلنا كده عاملين زي التعبين، نحب نغير في جلدنا، وده مش شر، دي طبيعه زمن بنعيشه. بس انا بقى راجل ما احبش حد يفرض عليا حاجه. العمروتي اللي هو ابويا كان شايف كل حاجه من حوالينا، كان عارف بقى مين اللي هيبقى على وش القفص، اختارك انت من وش القفص عشان كان عارف ان انت اللي هتكمل مسيرته وانت الوحيد اللي هتأمن بنته. بس ده رأي العمروتي ابوكي، انا عايز رأيك انت. اول ما اعرف هقول لك يا افندينا. يتوب علينا ربنا. تاخدي صبت ده بقى بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. قلبت حالي وسايبنا لالي، جرى ايه يا غالي ما تحس بيا، راضي على ابن النوح اول ليلة؟ ما انت عارفها بحالات ودماغها ضربة حبتين يا برنس. عمال تتدلع وولع قلبي بنظراتك، ما تقولها يا سيدي وتنطق يا جميل وحياتك. عمال تتدلع وولع قلبي بنظراتك، ما تقولها يا سيدي وتنطقها يا جميل وحياتك. كل حاجة بالخيلة. اسمع مرني، خد خرفوش واتفق معاه على النقطة، ونزل له كام رزمة من المكتب خليه يرمي. أوامرك يا برنس. بقول لك وبالمرة نزل كام إزازة على الترابيزة. ده ضارب إزازتين لحد دلوقتي لا يتقلب مننا ويموت. جويا شلبي. أجويا يا برنس. ما تحس بيا. حلفاؤك خانوك يا أفندينا، كل حلفاؤك. عشان اثبت لك ان احنا مش هنختلف في اي حاجه. بتعملي ايه يا
والدك يا بنت. القهوة فارت 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 فارت. ايه ده؟ انا فين؟ الحاجة ضوية في خميس. انا اللي جابني المطبخ. مفاجأة يا بنت بالنسبة لك مش كده؟ شو؟ انا مش قلت شغل المرقعة والمياصة ده مش عايزاه في بيتي؟ خلاص؟ قلعتي برق الحياة؟ ايه ده؟ كرامة؟ ايه؟ خرست ليه؟ ما تتكلمي. اصل انا كنت بمشي وانا نايمة يا حاجة، وبعدين المعلم كان عالجني، بس الظاهر ان الحالة رجعت لي من تاني. نعم يا روح امك. ايه ده؟ وايه العبارة؟ اسأل مراتك. مسكينة يا خال، مش طلعت بتمشي وهي نايمة؟ الحقني يا معلم، مش الحالة رجعت لي من تاني. حالة؟ تاني؟ الله، لا اله الا الله، احنا مش كنا علمنا الحكاية دي؟ الصاق كان بيجي لها داء كده تمشي وهي نايمة، بس احنا عالجناها، لكن الظاهر ان الداء لسه قافش فيها. هو لسه قافش فيها، بس ربنا هيشفيها ان شاء الله. ادعوا لها. امين يا رب. ارقيها يا حاجة، ارقيها. عجبت لك يا زمن؟ يا مسهل، ايه يا براء؟ يا ترى جاي كده فاضي ولا عندك اخبار تفرح؟ ابويا يا ستي هيتجوز، بس هعمل حفله مزاجي عالي قوي. انت شكلك سكران وجاي تكمل عليا. يا ساتر، ده بدل ما تقولي لي مبروك عقبالك. هو انت ناوي تعملها تاني انت كمان؟ وليه لا؟ عيب يعني ولا حرام؟ ده انا اعملها تاني وتالت ورابع لو حبيت، مش حق الشرعي. ده اسمه ايه ده؟ بقولك ايه، ما تهدى عليا شوية، اوعى مخك يحدفك لحتة شمال، لحسن هتلاقي نفسك طاقش في حارة سد. وليه الجو الغامق ده؟ مش كنا حلوين مع بعض وقلنا هنبقى جيران ونفتح البيبان على بعضيها؟ ده حتى بيقولك الجار اولى بالشفر. احنا اصحاب مصلحة واحدة وبيننا طار مشترك، وانا معاك كتف بكتف لحد ما نطلعه من عين افندينا. ماشي يا روما، يبقى مبروك على ابويا العروسة ومبروك علينا يا افندي. سلامة عقلك من الطيران، اوعى تقول على نفسك كده تاني، ده انت زنت الرجالة ونورتهم كمان. اتكلمي يا شو؟ يا راجل بالراحة عليا شوية، الخضة مش كويسة للي في سني. وبعدين ما انا بتكلم اهو، هو انا من ساعة ما دخلت الأوضة بطلت كلام؟ شو انجزي، ما تخنقونيش. بنجز حنجز وجايلك في الكلام، اخصى عليك. هو انا كنت امتى خبيت عنك حاجة؟ اصل انا وانا ماشية رايحة للمطبخ لقيت اختك وخميس عمالين يتودودوا في الكلام، وبعدين فجأة كده لقيتهم بيقولوا اسمك في وسط الحكاية، فقلت لازم نعرف هما بيقولوا عليك ايه. وكانوا بيقولوا ايه؟ ملحقتش، خايبة داخلة تسحب وقمت متكعبلة وحسوا بيا. بس انت عجبتني قوي انك دخلت معايا في اللعبة، ده انت سلبتني كده من وسطيهم. ايه؟ هتفضل قاعد كده زي الددبان؟ مش هتيجي النار؟ نام نام. ايه وانا عاد بيجيني نوم؟ ما انت مطيره النوم من عيني. ليه كل ده؟ علشان خايفه عليك وعايزه اطمن. لا يا حبيبتي، مش عشان تطمني، عشان التقليعه الجديده اللي انت طالعه لي فيها اليومين دول، كل ليله تنامي وتديني ظهرك، وانت عارفه ان انا النوم بيعصاني وانا مش في حضنك. طب تعالى كده، تعالى وريني النوم هيعصاك ازاي النهارده. هات يا جمال يا رب. يا رب. ضربة معلم بصحيح. عيب عليك يا حاج، ده انا ابنك برضه. لا حقيقي ما
المرة دي عجبتني قوي. ايوه كده، خلينا احس ان انا مخلف راجل بحقه حقيقي. كوتشين صباح الفل يا معلم. بس خلي بالك دي علمة، يعني بمية وش وبمية كلمة. على نفسها يا حاج، ده انا براء النوح فضلت وراها لغايه ما خليتها زي العجينه بين صوابع دول. رمانة وبدران هما اللي في ايديهم حبل يا فندينا، لو قفشت الاتنين يبقى قفشت طرفين الحبل. شد من هنا مره ومن هنا مره، هو بقى يفرفر في النص. يبقى نكي من مرجيحة ومرجحني يا معلم. أيوه. اشتكني يا معلم. هنشقلعها. مش قلت لك ضربة معلم؟ يخرب بيتك نشفتي دمي. مرة من نفسي انشف لك دمك. يخرب بيتك، اسكتي خالص، تعالي هنا لحد يسمعك. تعالي. انت بنتي بتقلديني ولا ايه؟ شكلك سمعتي حاجة. رمانة. ايه؟ الكلمتين اللي قالتهم للبت سعاد عروني قدام نفسي. قرفت من روحي يا اخي، من اللي انا عايش فيه. هو انا وحش قوي كده يا خميس؟ خميس خميس خميس، اصحى. هو انا وحش قوي كده؟ مصيبة يا بدران، لا يكون ضميرك صحي كده يا ابني، شغلنا هيقف ومصالحنا هتتعطل. انت حلو يا حبيبي، انت حلو وجميل وجميل قوي. مش هو حلو؟ هو مين؟ النهار ازرق على الدماغ الخفيفة، واحنا لسه ابتدينا، ده يدوب خمس ست اطقم اللي شربناهم. الرجالة راحت فين؟ على الوصول. يجوا بالسلامة، يجوا بالسلامة يا بغاشي. هو انت بتخلينا نضرب في اي وقت كده؟ يا ابني دماغي طلبت، والدماغ وقت ما تطلب لازم تلبي الندى، لا تطير منك وتفك. واحنا راس مالنا ايه؟ دماغنا. بالك لو الحكومه تعرف قيمه الدماغ كانت فكتها علينا شويه وسهلتها وكيفت شعبها وريحت نفسها. لكن تقول لي مين؟ محدش بيسمع، كله بيتكلم بيتكلم بيتكلم، وفي الاخر كله شمال. ايوه كده، ازم ازم يا كبير واصطبح. الرجاله دوم في السكه. وصلوا بالسلامه ان شاء الله. وصلتك الامانه يا بجوشه؟ طمنت على اصواتي؟ انت خيرك ما غرقنا يا باشا، بس في حاجة صغننة قد كده. خد بالك الصغنن ده بيبقى طعم ودمه خفيف. ومصيره يكبر. ويبقى أكبر منك كمان. إيه خير؟ عندك أنت كمان مشكلة ولا واحد عايز تديها استمارة ستة؟ زي حبيبنا اللي ضميره صحي. يعني يا باشا والحمد لله ضميرنا مرتاح الراحة الأبدية. أهو ده الكلام، سامع يا متر؟ بقال الله يا حبيبي. هاتك الباقي. ده على آخر الأحزان إن شاء الله. ممكن أكشف حاجة وحشة. هو خد الشر وراح. هو مين؟ المرحوم. هو أنا مت؟ يعني ما حدش قال لي. ايه الاخبار؟ هقول كده ولا فخنا لوحدينا انا وانت؟ قول عادي. بدران ده في مقام ابن اختي. ابن اختك؟ الصغيره ولا الكبيره؟ المتوسطه. يا ابن المتوسطه. ايه العباره؟
ست شهور. مالها؟ الطاقة صاحبي خصك وبتنكش وراك كبير. صحيح، الست شهور بتروح لست بتاعت دجل وشعوذة، ساكنة في البيت اللي قصاد مكتبي على طول. مرة شفت معاها الست كرامة، بس نسيت أقولك. مش دخل ده في كلام بجاش يا متر. لا، ما هو من كام يوم شفت عند الست دي مطرة، مرات براءة النوح. مطرة مرات براءة النوح.